من أمام مجمع الشفاء الطبي ننقل لكم صورة الوضع صباح هذا اليوم. لازالت الاشتباكات في المناطق الغربية الجنوبية لمستشفى الشفاء منذ الأمس، لم تتوقف أصوات إطلاق النيران، أصوات قذائف المدفعية، أصوات قذائف الآليات الإسرائيلية التي تقدمت بالأمس ثم تراجعت إلى محيط منطقة الكتيبة، لم تتوقف منذ الأمس. عدة غارات جوية أطلقتها نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في غرب مدينة غزة هذه الليلة، استهدفت بها منازل المواطنين، منزل عائلة أملوخ في منطقة الصبرة ومنزل في منطقة التفاح. عدد من الشهداء وصلوا إلى مستشفى المعمداني. نشاهد يعني خلو هذه الشوارع من النازحين بعد حالة الخوف وحالة الرعب التي استهدفت المواطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس. نزوح عدد إطلاق نار الآن كما نستمع، إطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي كما نستمع، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية المسماة بالكوات كارتر، وتقوم بإطلاق النيران بشكل مباشر على المواطنين في منطقة الرمال، منطقة الجندي ومحيط مركز رشاد الشوة كما نستمع، أصوات إطلاق نيران كثيفة جدا. هذا هو المشهد وهذه صورة الوضع في محيط مجمع الشفاء الطبي. هناك إفادات من شهود عيان في منطقة في محيط الشفاء بأن الآليات الإسرائيلية الآن تتواجد في محيط منطقة الجوازات ومحيط منطقة الكتيبة ومفترق أنصار، لكن الاستهدافات الآن من قبل الطائرات ومن قبل المسيرات لمنطقة الرمال ومنطقة الجوازات. نقلنا لكم صورة الوضع كما هو صباح هذا اليوم من محيط مجمع الشفاء الطبي، استمرار لإطلاق القذائف واستهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل المسيرات الإسرائيلية. كما نستمع أصوات إطلاق النيران لم تتوقف منذ صباح اليوم. هذا هو المشهد الذي يتكرر في كل يوم وفي كل دقيقة. من محيط مجمع الشفاء الطبي، محمد عرب، تلفزيون العربي.